من نصف قرن على بداية تأثير إذاعة دمشق. بكل صباح زوادة فيروزية منحتنا الأمل لبداية يوم جديد بحياتنا. العلاقة بين فيروز وإذاعة دمشق أعتقد بأنها نمط من العلاقات المقدسة والشفيفة والجميلة والوجدانية والنبيلة. لا أعتقد بأن هناك علاقة كانت بين وسيلة إعلامية في العالم كله وبين حالة غنائية أو إعلامية أو ثقافية كالعلاقة التي قامت بين إذاعة دمشق وفيروز. لا شك بأن فيروز شكلت حالة فنية وثقافية في الفضاء العربي كاملا، ولا شك بأن فيروز تصدرت كثير من الإذاعات والمحطات التلفزيونية فيما بعد. لكن أيضا أستطيع أن أدعي تماما وبكل ثقة بأن ليس هناك إذاعة عربية كانت وفية لفيروز بقدر إذاعة دمشق. لكن قبل أن نتحدث فعلا وحقيقة عن وفاء إذاعة دمشق لفيروز، علينا بالجانب الآخر أن نشير إلى الوفاء العظيم لفيروز لإذاعة دمشق، لمسرح المعرض الذي كانت تحرص بشكل سنوي على أن تشارك بهذه التظاهرة الحضارية الثقافية الفنية، هي والرحابنة هذه الأسرة العريقة والعظيمة حقيقة، والتي قدمت لونا متميزا في الغناء وفي الموسيقى على المستوى العربي، متحت من العالم وتواصلت معه وتأثرت، لكنها أيضا قدمت بصمتها العربية وأكدت بأن الفن العربي قادر على أن يتلاقح مع الفنون العالمية والفنون الإنسانية. فيروز كانت درة هذه الحالة الرحبانية حقيقة. فيروز لم تكن صوتا أعظم ولم تكن إمكانية غنائية أكثر تميزا من كثير من الإمكانيات الغنائية، لكن كانت روح وما زالت روح عظيمة، كانت إحساس وما زالت إحساس عظيم، كانت بشكل أو بآخر جزء من وجدان الأمة، من وجدان اليومي، من وجدان اللحظة، من وجدان الزمن العربي هذا اللي عم نعيشه بأقصى مشاهده وبأجمل مشاهده بيومياته بكل حالاته. لذلك كانت صديقة الصباحات بشكل خاص. سنوات مضت وبكل يوم ارتبط أثير دمشق بهوى فيروز ليكون زوادة أمل، لازلنا لليوم عم نستمده لحتى يبقى عنوان لاستمرار الحياة بأحياء دمشق وشوارعها. هنا دمشق، 6 عقود مضت على أثير الإذاعة السورية ضمن محطات كتيرة وسنوات طويلة من التجارب والصعاب، لكن بقي القاسم المشترك بكل صباح هو الصوت الفيروزي. من داخل أقدم وأعرق إذاعة سورية لصباحنا غير، هزار عبود.